ويعطون العد التنازلي عشان نبدا السحب. والجواب هو ملعقه صغيره، خلاص ملعقه صغيره ملح كفايه. ها ما اصب كل شيء. 58 57 56 ليه تعد؟ ليه تعد؟ عشان بلخبطهم. طيب يلا فالكم الفوز، باقي 50 ثانية. ايوه دانيال هادي ما حتفوز معانا، اللي كاتب اسم واحد برضو. ايوه حتى رانا احمد ابراهيم صح. ايوه هادي ما حتفوز، تركي صح. ما حيفوز. اللي كاتب اسم واحد يا جماعة ما حيفوز أيوة. معانا عشان لازم يكون اسمك حقيقي ولازم محمد يكون علي مناع. مظبوط محمد علي مناع زي رانيا كده. غلط يا رانيا. احمد ابراهيم علي. والجائزة بقيمة 1000 ريال سعودي مقدمة من قناة اقرأ الفضائية، ولازم يا جماعة تنتبهوا لأسماءكم وتنتبهوا للإجابات. أبو بكر السميري مظبوط، سمع كلامك. سمير الحسن مظبوط، الحسين مظبوط، سلام عليك حبيبي. باقي 9، باقي 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. قلبي لا يتحمل، انتهى الوقت. يا بعد عندك أوراد السحب. حدث خالد بن سلمان. طيب هو كاتب 2.400، هذه الإجابة الصحيحة. وكمان عامل ريتويت للسؤال. ألف ألف مبروك لخالد بن سلمان. سلام عليك يا خلود.